بتتفرج على ايه وانت صغير في رمضان؟ مسلسلات يعني ولا كرتون ولا اه ايه؟ بكار بقى، بوهي بكار وتوتو طبعا، طبعا. بكار ايوه كنت تحبه بحب بكار وتستناه. قوي. اه ودلوقتي يعني دلوقتي على قد مثلا ما فيش تمرين بشوف بقى الحاجات الكويسه مثلا ممكن اتابعها او برامج او حاجه. رامز طبعا مصر كلها بتتفرج عليه او الدنيا انت كلها بتتفرج بتشوفه عليه على الفطار، هو اه على على الفطار. الفطار، فطبيعي كله بيتفرج عليه. المسلسلات بقى مثلا في وقت مثلا ما فيش تمرين في حاجه بنشوف بشوف ايه الحاجه الكويسه وبتابعها. طب ايه نوعيات تترات المسلسلات اللي لما تشوفها كده قبل رمضان تقول بس انا هتفرج على ده في رمضان؟ اكيد اكشن دراما. لا السنة اللي فاتت مثلا شفت الاختيار، والسنة اللي قبلها المسلسل كان كويس جدا، والسنة اللي فاتت نسل الأغراب برضو كان كويس جدا اتفرجت عليه برضو هما الاتنين. وهوجن شكلك كمان شكلك بتحب الدراما عامة، يعني بتتفرج على مسلسلات وبتستحمل وأفلام وكل حلقة حاجة. كل حاجة. طب ايه أحسن فيلم شفته أحسن بالنسبة فيلم؟ لك؟ فاكره لا في أفلام كتير، فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بتحبه مع جدا. أكرم أيوة برضه. ليه؟ ايه الحاجة اللي لا هو مضحك، مواقف وكله حاجات مضحكة يعني. يعني ميال الكوميدي؟ اه لا كوميدي اكشن دراما كل رومانسي كل حاجة يعني، علاقتك ايه بالمطبخ؟ مش حاجة معينة. علاقتك ايه بالمطبخ؟ لا كويس تعرف تطبخ؟ ما اعرف اطبخ. تعرف تطبخ ايه بقى؟ قول لنا. قول لنا كل حاجة بتعرف تطبخها. مش حاجات كتير يعني الطبيعي طبعا، في حاجات اللي بتتعمل عاديه مثلا الفطار والكلام ده عادي يعني، اللي هو الفول الحاجات اللي بتجهز دي بعملها كويس. اعمل مكرونه مثلا، بتعمل اعمل مكرونة. كبده، ايه تاني ايه تاني مثلا ساعات بتهب معايا كده اقوم اعمل اي حاجه مثلا. حتى لو وحشة لا هتعملها بقى برضه. يعني بقى بعرف اعمل الحمد لله. انا قعدت مثلا واحنا في الجونه انا واكرم عن فطار غدا عشان نعمل اكل وناكل. اتعلمت من الجونة، من ما القعدة اتعلمتش، لا الواحدة. انا كنت بعرف اعمل يعني. طب مين كنت بشوف معلمك؟ والدتي، اكيد مش فطرة. لا كنت كنت بتشوف بشوف والدتي والدتك. طبعا يعني. بدات اول حاجه كنت اشرب بيض صعب بطاطس، دي اول حاجه بدات ان اول اعملها. حاجة. بدات بقى واحده واحده هي افهم الدنيا واتعلم. بس خلاص دلوقتي بقيت لو انت قاعد لوحدك هتسعف نفسك. تمام. اعرف اعمل اكل. طب في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ لا في رمضان ما فيش خروج كتير في رمضان يعني، انا ما فيش خروج كتير، يعني تمرين وبيت كده تمرين وبيت مثلا اقعد مع ومسلسلات كده اصحابي وتمام. مثلا يعني. الحمد لله ربنا رزقني بيونس دلوقتي اقعد بلعب ان شاء معاه الله. بدا كده يعني بيتوتي برضو نقدر نقول. بيتوتي. اكتر حاجة افتقدناها في رمضان السنة دي او السنة اللي فاتت او قريب، اي رمضان قريب وكانت موجودة ودلوقتي مش موجودة بالنسبة لك انت، لو انت شايف ان في حاجة افتقدناها. افتقدنا كان في، مش كان في الواحد بطبعه وهو صغير بتبقي مثلا مع اصحابك وقرايبك وفي المكان اللي انتوا فيه متعوده على الاجواء وكل حاجه. دلوقتي الواحد عشان مثلا ما بيكبر مسؤولياته بتزيد والتزاماته وكل حاجه، فلهفه ان رمضان يجي واللمه والحاجات دي مش زي الاول برضه. حتى لو انت من جواك عايز تعمليها بس مش زي الاول. الاول مثلا كنت مسؤوليات طفل، زادت قصدك. طفل صغير او مثلا شاب ما عندكش التزامات ما عندكش حاجه، فعلى قد اليوم بشوف بعمل ايه، بلعب كوره، بشوف صحابي، بنهزر نضحك. لا دلوقتي مثلا في حاجات كتير الواحد بيبص لها وحاجات الواحد بيرتب لها ان هو تفيده بعد كده عشان يبقى حاجه كويسه ان شاء الله. شايف نفسك شخصية صريحة؟ اه صريح قوي يعني مفيش حاجه بخبيها يعني خالص. الحمد لله. طيب في الفقرة دي، هي فقرة اسمها فقرة الصراحة، هسألك أسئلة بصراحة وتجاوبني عليها كلها سؤالك كل صراحة. أسئلة كويسة إن شاء الله إن شاء مفيش الله حاجة تقلق يعني. مستعدين صراحة. لا مفيش طيب بصراحة، بصراحة.